يا ريت احنا هنضيف على الدنيا خلاص، ويا بخت منظره خف. والله يا اخي مش عارف اقول لك ايه. ايوه كده ارجع لاصلك قر. تعالى خد موضه كده، تعالى خد مكانك يا وسخ. تعالى تعالى خلاص كده، ده احنا خلاص من الاخر خلاص. طيب انت هتتحرش بيا خلاص. خدك سجين بردك. تعالى حاضر. ايوه حاضر. ايوه حاضر جاي. حاضر. يا رب عدي 60 70 سنة دول على خير. ايوه. ايوه حاضر جاي اهو. حاضر. حاضر خلاص. خلاص انا زي في الحتة دي خلاص. انا زي في اهو خلاص. خلاص اتفضل. الست سمانة. خش يا بنتي يا فوق لو معاكي النقاش. ادخل يا استا فرشة. حاضر يا معلم. الله، هما فتحوا شارع جديد من شقتي ولا ايه؟ بصي بقى ياما، انا عايزه الركنه دي وصدقي مسخسخ. حلوه. والصاله بقى ياما عايزاها بوبوق مزعر. ايه بوبوق مزعر دي؟ بوبوق مزعر. بس ايه الريحه على الارض؟ انت ايه فطران بامبرز؟ فطران بامبرز على الصبح؟ والسقف بقى ياما ماله؟ عايزاه كيراميكا مسلح. اصل معلم قرني اكبر تاجر جديان اللي هيتجوزني ما عجبتوش غير الشقه دي. قرني قبل ما يجوزك؟ اه. طب انا هستفيد ايه لما تقعدوا معايا هنا في قلب السقه وتتجوزوا؟ هاخد روز اكس. اسمع بس بلاش لماضه، تعالى. ما هو ده كان كده كانت لغايه ما نجهز لها شقتها، وبعدين هسكت من عليك الست شهور المتاخرين. بجد؟ اه. لا وايه، وهسلمك الشقه مدهونه ومتروقه. لا وايه هتفتح، خد التقيله. ايه هتسخ فوسي؟ لا يا راجل. امال ايه؟ انت ليك عندي كيلو لحمه ضاني كل اسبوع عشان تبر بيهم نفسك. بجد بالمصرف؟ اه والله. لحمه ضاني ضاني؟ اه. خد امضي بقى امضي. لا طب اديني فرصه افكر، انا موافق. هات. لحمه ضاني ضاني ضاني. تفتح عشان الدنيا تفتح. يلا تفتح. خلصني ضاني صح؟ ضاني انا عارف طعم الضاني. كمان هنا تفتح. ايوه اهو. خد الفضل. واحده ليا. اه. واحده ليك بس بعد ما اسجلهم في الشهر الوكاري. يا اخي امال ليه بيقولوا عليك ان انت راجل وسخ وسيء السمعه كده؟ مين اللي بيقول كده؟ الحته كلها بتتكلم عليك، بتقول ان انت اوسخ راجل وازمه الواحد في المنطقه. انت عمال تلوك معاه في ايه؟ خلصت ولا لسه؟ لا ما خلاص، الراجل موافق وكله مضى وموافق على الرحيل. ارحل يا تتح. ايوه ارحل انا اذا كان علينا خلاص، انا ممكن ارحل بس يعني. طب الواد الغلبان المسكين اللي نايم ده على الترابيزه. بقول لك ايه ياما؟ ايه؟ ما تسيبوا له الاوضه اللي على السطح. والنبي ياما. حنيتي يا موكوسه. حسوه. اه. اديله الاوضه اللي فوق السطوح. الاوضه اللي ايه؟ انت بتقولي ايه يا وليا؟ ولولو عليك ساعتين وسكتوا يا بعيد. حسوه. طيب. سخريتها زيده. ممكن تديك بالجزمه. هات المفتاح. هات المفتاح. ما انت خلاص عرفت ان انت مدرسايا. والمعلم راح، المعلم جه ويا دوب سلب وجلابيه طالعه ونازعه السلم. حسوه. ما تصحينا قد القتيل ده. ايوه ما انت ما تصحوش، ما تزعجوش الولد. الولد نومه خفيف. واسع يا عم، واسع يا عم، واسع يا عم. انت هترزعه الواد ايه؟ الواد لسه صغير. ده بص نايم عامل ازاي؟ هادي. قوم يا هادي، قوم. هادي. ايه خير وحيد؟ يلا حبيبي قوم. هات هادي. انا صح يا ولد. هادي. هات هادي. ايه خالو؟ يلا قوم خاطر، عشان خاطر احنا خلاص خدنا الروس الجاردن اللي على السطح. هادي. تعال خبز شوف. ايه ده؟ شايف؟ شوف تحت تعرف وبمفتاح. في حد في العيلة سال مفتاح قبل كده بميدالية؟ أبوك الله يرحمه كان معاه حدوة حصان في رقبته. إيه ده؟ شفت يا هادي؟ أسرير الراجل كان مزمزق عشان خاطر مش عايز يديني المفتاح، إنما كده خلاص، إحنا خدنا. إيه ده يا واد ده؟ ده تلفزيون يا خالي. تلفزيون؟ ده تلفزيون؟ مبطط؟ تلفزيون مبطط؟ أيوة يا خالي. وموصل للدرجة دي؟ آه. يا خبر أسود. اسمه ليد. ده حديث؟ ده حديث ده؟ ده اللي يدور بده يا خالي.
اشتغل. الحق يا خال، ده الثلاجة مليانة أكل. هات كل الطعام فورا جديلا. هذي 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 ايه؟ بص 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 الولية دي، هم الناس دول بجد وجداني ولا ده تصوير؟ انت عارف لو واحدة منهم دخلت في بالسنة عندنا هنا هتخلاص بص تخرج فاقد الجنسية. طبعا. يا خبر اسود، ايه يعني ثبت؟ احنا هنعيش هنا على طول يا خالي؟ خلاص احنا هنا عبد الرافق، عارف عبد الرافق؟ قاعدين عبد الرافق بعد عنك مسمار جحا ودقف قد المكان خلاص. 7000 سنة حضارة بيقولوا لا، عباس الضو بيقولوا لا. هو الراجل ده ما نزلش الاستفتاء؟ خلاص حد يقوله خلاص خلاص بقت نعم خلاص. هما 60 70 سنة دول مش هيعدوا على فكرة. طيب وقت سعادة الطريق، اتفضل يا فنانين. حلاوتك انت يا جميل يا مشخلع. اتفضلوا يا رجاله، اتفضلوا يا الف مرحب. جيتنا انس يا معلم. اه سمعوا سمعتكم، انتوا روحتكم على الاخر. دول هيتجوزوا هنا برضو؟ يتجوزوا ايه يا هبل؟ ده انا جاي اقعدكم قاعده كده. روح بس هات لي كوبايتين اجري. تتاح تتاح انت ده تتاح. ايه يا هزي؟ اصحى يا تتاح. اعوذ بالله ابليس ومهمه. انتوا معتصمين عندي هنا ولا ايه؟ خليك معايا هنا. ايه في ايه يا حاج عصر؟ جاي ليه انت؟ بتعرف تطبل؟ اعرف اطبل؟ اه يعني انت حضرتك جاي تصحيني عشان خاطر تقول لي اعرف اطبل؟ اه لا اسمح لي بقى كده بقى يا معلم حصوه كده خلاص بقى يا عم حصوه. السجار النافذ بقى ورور هوبا بالبنطلون. خد اللي انت عايزه وسيب البنطلون تاني ترجعهولي. استنى عندك. ايه يا خالي؟ فيكس. خدت اللي انت عايزه؟ لا مش هصورهم، هبقى اقعد اكتبهم النهارده. اصل انا هنا عندك خلاص خلاص كده هتمسح وهتقعدوا خلاص. انا مقصر معاك في حاجه؟ امسك انت منص وانا منص. خلاص خلاص خلاص. السلام عليكم. السلام يا حبيبي. السلام يا هازي. صحيح الخال خالد. خالد مين؟ اهلا يا حبايبي. وحشتنا قوي يا استاذ فكري والله. اسفين يا بروف ازعجناك بدري كده. لولا ان حضرتك قلت ان الميعاد ده مناسب احنا ما كناش جينا اصلا. ده انا كنت مستنيكوا تيجوا بدري عن كده. اتفضلوا خشوا. حبيبتي يا كريم رزق يا كريم. الراجل قلبها يا عماره يعقوبيان. صباح الخير يا تفتح يا ابني. صباحك لبن يا عم فكري.
انا اقول لك عن فكري، هو الناس اللي داخله بخاجه عندك دي، العيال الصغيره دي بتعمل ايه عندك؟ مين دول؟ دول شباب حلو. شباب حلو؟ سياحه وفنادق. ما طبعا لازم يبقوا سياحه، حلو يبقى لازم يبقى سياحه على طول. بيجوا عندي بذاكر لهم طبيخ واتيكيت.